النبيذة هي لحظة من الحياة التي لم تجربها من قبل، ولا تظن أنها ستعرفها فيما بعد. كانت جالسة في القطار قرب النافذة، ثم رأت ماضيها يأتي ويرمي نفسه في المقعد المقابل. نظر شامتا في عينيها وانتشلها من الرتابة ووهن السنين. هل تتجاهله أم تتغير وتغير مكانها؟ حدثتها نفسها أن تقوم وتتجه صوب جرس الطوارئ وتسحب لسانه الأحمر. ستسمع صراخ العجلات وهي تحتك بحديد السكة وتطلق شرارة. تفتح الباب وتنزل وتجري على الرصيف، لكن عينيه كانتا تقبضان عليها وتقيدان يديها. أرخت جفنيها وسلمت نفسها لنديف قطن أبيض. كان كابوسا سببه سؤال عادي وجواب يبدو عاديا. لم تستوعب في البداية ما قاله لها الشرطي الواقف عند ذلك الباب، لكن عبارته أذكت جمرة خامدة مدفونة في صدرها. مرت عليها كاسحات ثلوج لكنها لم تنجرف من على وجه الأرض. غيرها من المسنين يرجو ربه أن يستعيد أمانته، وهي تبتسم في الفيلم، وما زال المخرج يطمع بمشاهد إضافية. لا يريد لملاك الموت أن يأتي على غفلة. مثل شمعون غماض العيون لن يقطع عنها النفس قبل أن يستنفذها ويتركها قشرة بيض خاوية. تعال يا شمعون نعقد اتفاقا، هبني 100 مرسومة بريشة فنان انطباعي وسأستسلم لك متى ما شئت. رسام يتأنى في تلوين لوحاته، يضع لطخات الزيت طبقة فوق طبقة، يخفف الوطأ وهو يمر فوق محطات العمر. لا تحب المونتاج المتوتر واللقطات السريعة. هذا عمرك يا تاج الملوك، عيشي حتى الثمالة، وإذا مستك نسمة ببردها فلا بأس من أن تطلبي دثارا من الممرضة، أو تنتظري مجيء صديقتك الصغيرة لزيارتك. لماذا تأخرت؟ تأتي وديان ماشية في الممر الطويل على رؤوس أصابعها. لا تود إقلاق راحة الراقدين في الغرف، أبواب عريضة تتسع لمرور أسرة المرضى وكراسي المقعدين. كيف للعاشق العجوز أن يرتب غراميته البائدة حسب البروتوكول؟ أضحك جزلا وأنا أحس بنفسي خفيفا وسعيدا لوجودي أخيرا في مدينة الأنوار. يدثرني دفء داخلي فأخلع القبعة وأطرح عني معطف المطر. أمشي بين رجال الحماية وحامل الحقائب والمستشارين المرافقين للوفد. كأنني ربيبهم الشاب لا أستاذهم وكبيرهم. هبطت طائرتنا مع الفجر في مطار شارل ديغول. هبطت طائرتنا مع الفجر في مطار شارل ديغول. جاءنا صوت الطيار يرحب بنا في باريس. أنبأنا بأن الجو ماطر في المدينة، الحرارة 6 درجات مئوية، والتوقيت المحلي هو 5. حركت ساقي وعدلت ساعتي التي كانت تشير إلى انتصاف النهار. مسحت جبيني ورقبتي بمنديل معطر، واستسلمت للتحفز الذي دب بين رفاق السفر. نشاط مفاجئ لا يشبه الساعات الطوال التي أمضيناها مقيدين إلى كراسينا. نظرت من الشباك المغطى بالندى
الدرج المبلل يلتمع تحت الأنوار الكاشفة، وثلاث سيارات سوداء فخمة تقترب من طائرتنا، تربض عند الدرج ونحن في مقاعدنا ننتظر إشارة من المرافقين. وقفت ومددت رأسي، رأيتهم ينحشرون في ممر الدرجة الأولى يفسحون في المجال للرئيس ورجال حمايته بالنزول قبل الجميع، ثم نهض بقية أعضاء الوفد إلى مبنى اليونسكو. دخلت مع أعضاء الوفد بهو بشع من الأسمنت الرمادي ذو سقف عال جدا وممرات فسيحة تقود إلى عدة مصاعد وقاعات مرقمة. كلنا متأهب للحدث، نرتدي ربطات عنق جديدة وننتعل أحذية ملمعة، نرفع الهامات ونحن نمشي بمعيته على جانبيه ووراءه، نهتدي بقامته العملاقة بين زحمة الحاضرين وعرج الكاميرات. كنا في 26 من تشرين أول سنة 99، يوم تاريخي للسينيور هوغو تشافيز، جاء يقطف اعتراف الغرب بزعامته. رئيس فنزويلا يزور فرنسا للمرة الأولى، يعرف أنه أبرز حضور الدورة 30 للمؤتمر العام لليونسكو، يسرع فنلحق به. الفلاشات تلتمع على وجه أسمر مشرب بالحمرة، فنار بمنكبين عريضين يضيء ما حوله، يتمهل لمصافحة هذا وذاك فنتوقف، ننتظر مبتسمين، نومئ برؤوسنا للجميع، نزف عريسا. ثم تقدمت مني تلك المرأة ذات العينين العسليتين المستفهمتين، سيدة صغيرة ظننتها صحافية تطلب تصريحا أو توضيحا. أنا المكلف بالحديث باسم الوفد، لي خبرة الدبلوماسية كسفير سابق وأتكلم عدة لغات. رأيتها تسأل أحد المرافقين فيبحث عني ويشير إلي، لكنها لم تكن تحمل ورقا ولا جهاز تسجيل. جاءت نحوي مباشرة وخاطبتني بالعربية: الأستاذ منصور، أنا وديان الملاح. ارتبكت وارتعشت يمناي وأنا أصافحها، فيها رائحة تاج الملوك، ولم أدر هل أكتفي بالمصافحة أم أعانقها كما تقتضي اللياقات الأوروبية والتعارف السابق بيننا عبر الهاتف. كان صوتي وأنا أتحدث باللغة التي أقلعت عن استعمالها منذ نصف قرن لا يشبه صوتي وأنا أتكلم بالإسبانية. بدت لي الآنسة ديان ساهية لا تقل عني ارتباكا، أمد يدي وراء أذني لكي ألتقط كلماتها وأرد عليها، فلا يبدو أنها تسمعني. ضجيج الوفود يعرقل التخاطب، ثم فجأة جاءني من ورائي صوت أجش أعرفه جيدا: سينيور البادي، من أين لك هذه السينيوريتا الجميلة؟ سيد الرئيس شافيز، أقدم لك صديقة عراقية. لم أكمل العبارة، تهللت ملامحه واحتضن كفها. انطلق يتحدث معها عن صداقته مع الرئيس صدام، يطلب مني أن أترجم لها ما يقول. صوتي يضيع في المعمعة، والآنسة ديان غير مهتمة بما يقول. ظنت أنه أحد زملائي، لم يبد عليها أنها تعرف اسمه ولا من يكون. تنظر إليه وتهز رأسها، لا تعلق على كلامه، تتطلع نحو المصورين ولا تفهم لما يركزون عدساتهم عليه. تلتمع الأضواء الخاطفة حوله وحولها. يسألني صحافي من تكون المرأة التي يتحدث معها شافيز،
يتعالى اللغط ويتزاحم المدعوون على باب القاعة الكبرى. أميل على أذن وديان وأصرخ بأنني سأبحث عنها بعد انتهاء جلسة الافتتاح. لماذا جاءت وحدها؟ وأين تاج الملوك؟